السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة من مادة الميكانيكا فرع الاستاتيكا هناخد فكرة من درس الاتزان. الدرس ده احنا متفقين إن هنقسمه على أفكار، فكرة الأجسام المعلقة وفكرة البقر وفكرة الكرة وفكرة الجسم الموضوع على مستوى مائل وفكرة القضيب، سواء كان بمفصلة سواء كان معلق بحبال. حضرتك الدرس ده انت لو قسمته لأفكار كده وذكرت كل فكرة على حدة مفيش حاجة هتقف معاك فيه. النهاردة ان شاء الله هناخد فكرة الكرة، الحل العام بتاعها ازاي، احنا بنحلها ازاي اصلا، وبعدين نشوف افكارها. لو ده يا باشمهندسين الحائط، ودي الكرة المعلقة على الحائط، عشان يا استاذ الكرة دي تبقى متزنة واقفة ما تقعش على الأرض، قالك لازم تربطها بخيط. نركز كده، الخيط هنربطه على الحائط مثلا، أو زي ما هو هيقول. انت حضرتك لما ربطت الخيط بتربطه من سطحها من برة، بس قوة الشد في الخيط بتمر بمركز الكرة. قوة الشد في الخيط بتمر بمركز الكرة، يعني المسافة دي كده، دي طول الخيط، هنا طول الخيط. يعني لما يجي يقولك خيط طوله 6 سنتي مربوط في دائرة طول نص قطرها 4 سنتي، يبقى هنا دي 6 وتضيف عليها الـ4، لأن قوة الشد لازم تمر بالمركز. الكرة منتظمة وزنها بيأثر في مركزها، ده كده الوزن. رد الفعل ده حاجة بتكون مجهولة للاتجاه. بنعرف اتجاهها ازاي؟ بنعرف الاتجاه ده ان هو لازم يمر بنقطة تقاطع القوى اللي موجودة. لو دي كرة، كل القوى اللي بتأثر على الكرة لازم تمر بالمركز. تمام، هنا كده رد الفعل يا أستاذ، وده كان عمودي. ليه؟ لأن المماس بيكون عمودي على نص القطر بس. خلاص كده انت عملت القوة التلاتة، هتبدأ تشوف هل هو مديك الزاوية ولا مديك الأطوال، لأن في نوعين اتنين من الحل، في قاعدة المثلث وفي قاعدة لامي. قاعدة لامي لو مديني الزوايا دي كانت قائمة، وفرضا ان اداني الزاوية دي واداني الزاوية دي، حضرتك ده رد الفعل، ده خطه هنا كده رد الفعل، ده الوزن بننقله على الحائط، بننقله على خط بي وزي، نقلنا الوزن هنا، يبقى كده هنا الوزن، في هنا الشد في الخيط، هنا كده الشد في الخيط. بقى ده يا باشمهندسين مثلث القوة. كنا بنقول رد الفعل على جيب زاوية اللي قصاده، والوزن على جيب الزاوية اللي قصاده، والشد على جيب الزاوية اللي قصاده. يعني كنا بنكتب وزن على جيب 60 بتساوي رد فعل على جيب 30 بتساوي الشد على جيب 90. هو بيديني قيمة لإما الوزن لإما الشد، وبعوض وبطلع الناتج. وكان ممكن يديني أطوال، في حالة انه اداني اطوال ما تنساش ان طول الخيط تجمع عليه نص القطر، خيط طوله 8 في دائرة طول نص قطرها 5، يبقى دي 5 ودي 5، 13 نجمع دول كده 13 ودي 5، ده هتطلع ب 12. الوزن بتاعي على طول الضلع بيساوي الشد على طول الضلع اللي هو مؤثر فيه، بتساوي رد الفعل على طول الضلع اللي هو مؤثر فيه، وهتعمل وسطين في طرفين وتطلع النواتج. ده يا باشمهندسين طريقة حلها. تعال بقى نشوف تمارين ونشوف الأفكار ايه. كرة ملساء طول نص قطرها 30 سنتي ووزنها 200 سكل جرام، تستند على حائط رأسي أملس ومعلقة بخيط طوله 20 سنتي، مثبت أحد طرفيه على سطح الكرة
والآخر في نقطة في الحائط تقع رأسيا فوق نقطة التماس مباشرة. أوجد الشد ورد الفعل. لو ده يا باشمهندسين الحائط ودي الكرة، بيقول إن الكرة دي كان طول نص قطرها 30 سنتي، ده نص القطر بيساوي 30 سنتي، كانت مربوطة بخيط طوله 20 سنتي. الخيط يا باشمهندسين طول الخيط ده 20 سنتي. طب ما يا أستاذ حصل شد في الخيط، لازم يمر بالمركز، لازم القوة تمر بالمركز. بقى كده طول الضلع ده كله كام؟ 50 سنتي. مش ده مماس، يبقى ده عمودي. تعال نوزع القوة. في يا أستاذ قوة وزن، فين قوة الوزن؟ أهي قوة الوزن دي كام؟ 200 ثقل جرام. في هنا قوة رد فعل، هنا رد الفعل. في هنا قوة شد، حصل شد في الخيط، تمام. هناخد يا أستاذ للوزن ده توازي، نحطه على الضلع الموازي ليه. الحيطة هي اللي شايلة الكورة، يبقى هنا كده الوزن. اتأكد القوة في ترتيب دوري واحد، يعني ماشيين ورا بعض كده. أيوة كويس. تعال نشوف الأطوال. أنا معايا في مسألتي أطوال مش زوايا. كده الطول ده 30، الطول ده 30 و20 50. من فيثاغورس نقدر نجيب ده، لو سمينا النقاط ألف وب وميم مثلا. في المثلث ألف ب ميم، ألف ب تربيع بتساوي 50 تربيع ب 2500 ناقص 30 تربيع ب 900، يبقى الناتج 1600. ألف ب لوحدها طلعت يا أستاذ بتساوي 40. طلعنا الطول ده ب 40 سنتي. من قاعدة المثلث، قاعدة المثلث دي بتقول إيه؟ اقسم القوة، القوة هنا قوة الوزن مثلا، على ضلعها على ألف ب، بتساوي الشد على الضلع اللي بتأثر فيه ألف م، بيساوي رد الفعل على الضلع اللي بيأثر فيه ب م. الوزن معايا ب 200 وألف ب ب 40، بيساوي الشد أنا عاوزه وألف م ب 50، رد الفعل أنا عاوزه بس معايا طول الضلع اللي بيأثر فيه 30. كل اللي عليا هعمل وسطين في طرفين، هنا بعد الاختصار في الخمسة، الخمسة في 50 ب 250، ده قيمة الشد. هاخد نفس الكلام، خمسة بتساوي رد الفعل على 30، يبقى رد الفعل طلع ب 150. نحط الوحدات، هنا 250 ثقل جرام وهنا 150 ثقل جرام. كرة ملساء وزنها 10 جذر 3 ثقل جرام، تستند على حائط رأس أملس ومربوطة بخيط، أحد طرفيه مربوط بسطح الكرة والآخر مربوط بنقطة أعلى نقطة التماس مباشرة، ويصنع الخيط مع الرأس زاوية قياسها 30 درجة. أوجد الشد ورد الفعل. لو ده يا أستاذ كان الحائط وديت كانت الكرة، تعال نوزع عليها البيانات. طبعا وزن الكرة لازم يأثر في مركز الكرة، لو ده مركز الكرة الوزن بيأثر هنا، هنا الوزن 10 جذر 3، تمام. بتستند على حائط رأس أملس، يبقى رد الفعل عمودي على الحائط ولازم يمر بالمركز، ده كده رد الفعل. وكانت مربوطة بخيط بيصنع مع الرأس زاوية 30، الخيط هيحصل فيه قوة شد، هنا 30 ودي هنا قوة الشد. عايز أعمل مثلث القوة يا أستاذ، ده رد الفعل، خط عمل أهو رد الفعل. الوزن بنحطه على ضلع يكون بيوازيه، هنا الوزن أهو الضلع اللي بيوازيه ده، يبقى أنا كده عملت الوزن هنا، هنا 10 جذر 3 ده الوزن. هنستخدم قاعدة لامي ولا قاعدة المثلث؟
هنا قاعدة لام. طب قاعدة لام دي كانت بتقول ايه يا استاذ؟ بتقول انت بتستخدمها لما يكون معاك الزوايا 90 30 60. قوة دي خلاص، دي كده خلاص. بقى معايا مثلث القوة اهو، كل قوة 10 جذر 3 على جيب الزاوية اللي قصادها. بص دي قصادها الزاوية 60، قوة الشد على جيب الزاوية اللي قصادها جاية 90، قوة رد الفعل على جيب الزاوية اللي قصادها جاية 30. وناخد كل واحدة يا أستاذ نحسبها لوحدها. هنا 10 جذر 3 على جا 60 اللي هي بجذر 3 على الاتنين، طلع الخانة دي كلها كده يا أستاذ بعشرين. 20 بتساوي شد على جا 90، وسطين في طرفين، جا 90 بواحد، يبقى الشد بيساوي 20. ونشوف التمييز ثقل جرام، نفس الكلام. الخانة دي طالعة بعشرين، يبقى 20 بيساوي رد الفعل على جا 30 بنص، يبقى رد الفعل طلع بعشرة ثقل جرام. كرة معدنية وزنها 15 ثقل كيلو جرام، موضوعة بحيث تمس مستويين أملاسين، إحداهما رأسي يعني ده كده، والآخر يميل على الرأس بزاوية قياسها 30 درجة، لو التاني كده مثلا. فين الزاوية 30 يا أستاذ؟ مع الرأس يعني الزاوية دي كده هي اللي 30. ماشي، حط ما بينهم كورة مستهم الاتنين، وليكن إن هي دي مثلا. تعال نحط البيانات بتاعتنا. وزن الكورة كان 15 ثقل كيلو جرام، بيأثر فين؟ في المركز. بيكون ماله؟ بيكون عمودي على الأرض يا أستاذ، ده كده الوزن. المستوى ده أملس، رد الفعل لازم يمر بالمركز. ركز، لو سمينا ده المستوى واحد وده المستوى اتنين، يبقى ده رد فعل واحد. هنا دي كده زاوية قائمة، رد الفعل التاني بيجي برضو من المماس، لازم يمر بالمركز. ده كده يا أستاذ رد فعل اتنين. ماشي، المماس برضو بيكون عمودي. كويس أوي. هنتعامل بقى ازاي؟ هنجيب الزوايا دي ازاي يا أستاذ؟ بصوا يا باشمهندسين كده معايا، لو حضراتكم احنا جينا قفلنا ده مثلث قائم 30، دي بكام؟ دي ب60، ودي بكام؟ دي ب90، يبقى دي بكام؟ دي ب30 درجة. واحد تاني قال ايه؟ ما كنا قلنا 30 بالتبادل يا أستاذ، حرف الزد. ماشي، دي 30 بالتقابل بالايه؟ بالتقابل بالرأس. دي 30، دي 30 زيها. طب ما كانت دي ب90 في المثلث ده، 30 90 أصبحت دي ب60. كويس، قدرنا نوصل للزاوية دي يا أستاذ إن هي ب60. الوزن والخط الأفقي مش دول متعامدين؟ الزاوية دي قائمة، دي قائمة، ومعايا 60، يبقى فاضل هنا 30. 30 بالتقابل بالرأس، أقدر أجيب الزاوية دي يا أستاذ ب150. شفتوا إحنا عملنا إيه؟ 30 دي 60 بقت 90، يبقى دي 30، 30 بالتقابل بالرأس 90، 60. ده خط أفقي ورأس الزاوية دي قائمة. ماشي، ده كده خط مستقيم ب180، معايا 90 60، يبقى فاضل 30. بالتقابل بالرأس هنا يا أستاذ 30، يبقى فاضل 150، أو حد يقول إن ده خط مستقيم معايا 30، يبقى فاضل 150. امسح يا باشمهندس كل الخطوط اللي ملهاش لازمة، وسيب لي بس خطوط القوة. قلت له يا أستاذ خط القوة هنا في ده اهو، ده شيله. ماشي، ده برضو شيله. ماشي،
الزاوية اللي هنا كانت 30 و90 يبقى دي ب120، والزاوية اللي هنا 60 و30 يبقى دي ب90، ودي ب150. كده أنا معايا الزوايا. بالنسبة للقوة، فين القوة؟ دي قوة هي أستاذ، ودي قوة، ودي قوة. معاك الزوايا اللي ما بينهم؟ معايا. مسألتك خلصانة، هتقدر تطبق قاعدة لامي. قاعدة لامي بتقول ايه؟ رد الفعل 2 على مده كده جاب الزاوية 90، يبقى جا 90. الوزن 15، مده 15 على جا 150، بتساوي رد فعل 1 على جا 120. هنصفي النص ده كده، النص ده طلع ب30، يبقى رد فعل 2 على جا 90 اللي هي ب1 بتساوي 30، بتساوي رد فعل 1 على جذر 3 على 2، ومنها رد فعل 2 بتساوي 30 ثقل كيلوغرام، ومنها رد فعل 1 بتساوي 15 جذر 3 ثقل كيلو جرام. كرة منتظمة ترتكز على قاطبين متوازيين يقعان في مستوى أفقي واحد، والبعد بينهم بيساوي طول نص قطر الكرة. أوجد الضغط على كل من القاطبين إذا كان وزن الكرة 60 نيوتن. لو دول يا باشمهندسين القاطبين المتوازيين مثلا، ودي الكرة المسنودة عليهم، قال إن البعد ما بينهم قد طول نص قطرها، يعني ده قد ناق قد ناق، يبقى ب60 درجة الزاوية دي، لأن المثلث متساوي الأضلاع. كان يا أستاذ وزنها 60. افتكر كده معايا تانية إعدادي، لما كنا بنرسم من رأس مثلث متساوي الأضلاع مستقيم عمودي على القاعدة، مش كان بينصف زاوية الرأس؟ ده الوزن اللي هو 60، قسمنا زاوية الرأس بقت 30 و30. هنا يا أستاذ مماس، يبقى نص القطر عمودي عليه، فجينا لقينا إن المماس ده هو خط عمل رد الفعل أو الضغط الأول، وهنا يا أستاذ ده الضغط الثاني. ماشي، الزاوية دي 60 تقابل بالرأس. تعالوا نجيب الزوايا ما بين القوى. أنا معايا 60 فاضل هنا 120 وهنا 120. امسح يا باشمهندس كده الخطوط اللي ملهاش لازمة. لو درينا على الخطوط اللي ملهاش لازمة، ده كده دوت، بقى معايا يا أستاذ كل قوة. شوف القوة اهي، وزاويتها دي كلها يعني 150، ودي برضو زاويتها 150. يبقى ضغط 2 على ضغط 2 اهو امتداده، الزاوية 150 120 و30 على جا 150 بتساوي الوزن على جا 60 بتساوي الضغط الأول على جا 150. معنى كده ان الضغط الأول قد الضغط الثاني. ليه؟ عشان الزوايا متساوية. عملنا وسطين في طرفين، يبقى الضغط الثاني بيساوي 60 في جا 150 بنص على جذر 3 على 2، طلعت بتساوي 20 جذر 3 في الآخر نيوتن، والضغط الأول زيه، يبقى الضغط الثاني بيساوي الضغط الأول بيساوي 20 جذر 3 نيوتن. كرة وزنها واو ثقل كيلو جرام مستقرة بين حائط رأسي أملس ومستوى مائل أملس، يميل بزاوية ه على الأفقي بحيث جت ه بثلاثة على خمسة، فإذا اتزنت الكرة فأوجد الضغط على الحائط والمستوى المائل. وليكن إن ده كان الحائط يا باشمهندسين، وده كان المستوى المائل، ودي كانت الكرة المستقرة ما بينهم. بيقول إن وزن الكرة دي واو، وزنها واو، الوزن بيأثر في المركز. بيقول ان المستوى ده كان مائل بزاوية ه، نعمل مثلث بره لان انا معايا قياس الزاوية ه، بتلاتة جتا مجاور عواطر، يبقى دي باربعة.
جينا يا أستاذ قلنا له رد الفعل لازم يمر بالمركز وطبعا عمودي على الحائط، وهنا في رد فعل كمان. كويس، تعالوا نطلع الزاوية. لو دي 90 ودي ه، يبقى دي 90 ناقص ه بالتقابل بالرأس، 90 ناقص ه، دي قائمة دي ه. قدرنا نطلع ان الزاوية دي ه من تشابه المثلثين دول. يبقى الزاوية دي كده يا أستاذ دي قائمة، ودي كده التسعين اللي باقية هنشيل منها ه، دي 90 ناقص ه. الزاوية دي بالتقابل بالرأس 90 ناقص ه، يبقى الزاوية دي يا أستاذ طلعت بتسعين زائد ه. ليه؟ ما هو عشان ده خط مستقيم، هنقول 180 ناقص دول تطلع بتسعين زائد ه. 180 ناقص 90 ناقص ه، يبقى 180 ناقص 90 زائد ه اللي هي بتسعين زائد ه، يبقى دي جت 90 زائد ه عشان الخط المستقيم. تعال نسيب القوة ونجمع الزوايا اللي ما بينهم. ده يا أستاذ هيتشال معايا 90 و90 ناقص ه اللي هي 180 ناقص ه، ومعايا هنا 90 يا أستاذ. السؤال خلصان، رد فعل 2 على جا 90 بتساوي الوزن واو على جا 90 زائد ه، بتساوي رد فعل 1 على جا 180 ناقص ه. يبقى رد فعل 2 على جا 90 بواحد، ووزن على جا 90 زائد ه دي جتا ه. فاكر تانية، فاكر أولى ثانوي 90 زائد ه بتغير ال 90 بتغير بتخليها جتا، بتساوي رد فعل على جا 180 ناقص ه اللي هي بجا ه. بدل كل حاجة ونحط قيمتها، وزن على جتا ه، جتا بتلاتة على خمسة، بتساوي رد فعل على جا ه 4 على 5. يبقى رد الفعل الأول ب 5 على 3 من الوزن، ورد الفعل الثاني ب 5 على 4 من الوزن. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.